أحسن الله عليك يا شيخ، هل ينتقض الوضوء بانتهاء مدة المسح؟ نعم، الصحيح أنه لا ينتقض بانتهاء مدة المسح، يعني مثلا لو كانت تنتهي مدة المسح الساعة 12 وبقيت على طهارتك إلى الليل فأنت على طهارتك، وذلك لأنه ليس هناك دليل على انتقاض الوضوء بانتهاء مدة المسح. انتهاء مدة المسح ينتهي بها المسح فقط ولا تنتهي بها الطهارة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما وقت المسح ولم يوقت الطهارة، وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها. ما ثبت بدليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي، لأن الأصل بقى مكان على مكان. نعم.